Ooh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. إخواني وأخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج الخلاصة. هذا البرنامج نستخلص من بعض الروايات التي وردت في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفوائد التربويه والايمانيه التي نستفيدها في حياتنا سواء الاسريه او في علاقتنا بالخلق. هذه الروايه التي معنا رواها الامام رواها الامام البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اذا كنت علي راضيه واذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من اين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضب قلت لا لا ورب إبراهيم قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك هذه الرواية قليلة في ألفاظها كثيرة هي معانيها في هذا الحديث أو في هذه الرواية دروس مستفادة لنا كأزواج وزوجات منها على الزوج ان يفتح حوارا مع زوجته وان يخصص وقتا لذلك مهما كانت مشاغله ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اول ما بدا قال لسيده عائشه اني لا اعلم اذا كنت علي راضيه واذا كنت علي غضبه يعني بدا يفتح مع الزوجه نوع من الحوار وانا بقول للزوج عاوز تصل الى قلب زوجتك اجلس قدام زوجتك وانت مصغي لها ومنصت لكلامها جوارحك مع جوارحها جسمك في مقابل جسمها عينك في عينيها اصغي لما تتكلم به وده من مفاتيح الوصول الى قلوب الزوجات وبعدين ابدا افتح معها حوار افت ابدا افتح معها حوار وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه لما كان يتكلم معها بيقول لها عارف انت تبقى راضي عني وامتى تبقى غضب علي يعني فتح معها حوار ومعها كلام اثنين من الدروس المستفادة لابد ان يكون هذا الحوار حوارا شيقا وجذابا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها انا عارف امتى تبقي زعلانة مني وامتى فرحانة. وامتى راضية وامتى غضبة. بلا شك بان هذا الحوار ده حوار شيق وحوار جذاب ويثير تسائل الزوجة واعجاب الزوجة واهتمام الزوجة. ولذلك نتعلم من الدروس المستفادة لما تيجي تفتح حوار مع الزوجة افتح حوار مع الزوجة فيما يخص الاسرة. حوار مع الزوجه فيما يخصها هي حبيبه قلبي قولي لك عامله ايه في يومك؟ طب قراتي النهارده؟ طب كيف تعاملتي في هذا الموقف؟ طب وعلاقتك مش عارف بفلان وعلان ابدا افتح في حوار شيق مع الزوجه. ثلاثه هذا الحوار يختص ببث المشاعر والوجدان انما ما بتكلمش في اي حاجه انما تكلم عما تشعر به كزوجه ولذلك انا بقول لحضرتك المراه تحتاج من الرجل الى الدعم العاطفي اكثر من الدعم المالي. كثير الازواج اللي شغالين في اليوم 48 ساعه مكان 24 ساعه ومن مكان الى مكان اخر. يقول انا بقى زوجتي احسن اكل، احسن شرب، احسن شقه، احسن عربيه، احسن فلوس، احسن لبس. وبعد ذلك تقول انا مش حاسه بحياتي، وتزعق كده انا مش حاسه بحياتي، فعلا غالب النسوه مصريه بالذات. قد تعيش مع الرجل على البطشة والبكرة على العسر واليسر على القليل والكثير على الإلي اللي عنده وعلى كتير اللي عنده لو أحست مع زوجها بالأمان العاطفي ده بيحبها بيقدرها بحس ما فيش منه بخيانة تثق فيه رجل يعتمد عليه كل ده بيحسسها بالأمان العاطفي أما كل شغاله ليل نهار بتوفير فلوس لأولاده والآخر يكتشف ان زوجته هناك علاقه بينه وبينها وما لغه حوار ولا لغه تواصل ولا هي فاهماه ولا هو فاهمها لان كل وقته في العمل وهي ليس لها وقت عنده ما فعل النبي هذا كان يعطي كل ذي حق حقه منشغل بكفار قريش ومشرك العرب ومنافقين وبالصحابه الجدد وبالفتوحات وغير ذلك ومع ذلك يقعد مع زوجته يقول لها اني لا اعلم امتى تبقى علي وده بيعلم احنا أزواج ان انت لابد ان تتكلم في كلام يثير مشاعر الزوجه. وخلي الزوجه تتكلم بما في مشاعرها وما تشعر به. كذلك من الدروس المستفاده ان الزوجه بقى عليها ان تلتقط طرف الحوار. بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قال الكلام ده للسيده عائشه، السيده عائشه قالت له ايه؟ قالت له فقلت من اين تعرف ذلك؟ بدات تفتح حوار معاه اهو والحوار رايح جاي، من اين تعرف ذلك؟ فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أما إذا كنت عني راضية فإنك إذا قلنا لا وربي محمد وإذا كنت غضب عليه قلت لا وربي إبراهيم السنة عشان ترجع الكلام لها تاني فتقول له والله لا أهجره والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك يبقى ينبغي أن يكون الحوار الزوج بدأ يتكلم الزوجة تلتقط منه طرف الحوار ولا تكون سلبية مش قاعدة مبلبة وساكتة وخلاص ده بيفقع المرارة بصراحة وكثير من الأزواج بيشتكوا من مثل هذا يقول أنا لما بكلم على نفسي أو هي بالعكس تقول أنا بتكلم مع نفسي، لا ينبغي أن يكون الحوار بين الرجل وبين المرأة. كذلك في هذا الحوار يشعر الزوج يشعر الزوج زوجته بأنه أكثر إنسان يشعر بأحاسيسها وأنه أقرب الناس إليه. ما هو النبي فهم ده من غير ما تتكلم ما قالتش له أنا ببقى راضي عنك في أوقات وغضبان عليك في أوقات. لا إنما لما تقول لا وربي محمد يبقى الدنيا مستقيم. لو رب ابراهيم تبقى هي زعلانه ده يعلمك انت اللي لازم تفهم زوجتك من الدلالات غير اللفظيه مش لازم تتكلم معاك بس الطبيعي ان انت تتكلم مع زوجتك فجاه كشرت فجاه اتضايقت فجاه اتخلقت فجاه بكت دي اسمها دلالات غير لفظيه ما اتكلمتش بلسانها دي دلالات غير لفظيه ينبغي ان تستقرئ مثل هذه الامور بزوجتك اذا اردت ان تعيش حياه سعيده ناجحه ومميزه على الزوج ان يعزز سلوكها بأنها عندما تكون غضبة لا تخرج عن مقتضيات الأدب رغم الغضب لعل بزوجتك كده أنت مهما غضبتي لا تخرج عن حدود الأدب لا تسبي ولا تشتبي ولا تعيرني بأهلي ولا تذكري أهلي ولا تسيء إلى أحد منهم لما ينبغي أنا أتحملك في حال غضبي ولكن لا, لا أن يكون الإنسان في لعب البذاء ولا لعب التسخط ولا لعب الاعتراض على قدر الله عز وجل ولا سب الآخرين ولا تجريح الناس كذلك من الدروس المستفادة على الزوجة ألا تكتب مشاعر الحب لزوجها بل تتحية كل فرصة لتعبر عن عواطفها الجياشة تجاه الزوج ليه يا أخت الله يكرمك؟ لأن الزوج شغال في عمل مختلط وشوف نساء في الشوارع والتلفزيون والفيسبوك والجرائد والمجلات وغيره فينبغي أن تحافظي على الزوج المشاعر اللي جواكي لابد أن تبثيها للزوج والزوج بيحتاج من حضرتك مجموعة حاجات واحد التقدير اثنين الاحترام ثلاثة اللي انت بيه أربعة أنه القوام عليك خمسة اللي انت مهتمية بيه ستة اللي انت تقوله كلام حلو سبعة إلى غير ذلك من هذه الأمور اللي يحتاجها كل زوج في الدنيا سواء كان مسلما أو كافرا ولا أعد الكتاب صلى الله تعالى أن يوفقنا فيه نتكلم فيه عن هذه الأمور النفسية اسم الكتاب افهمني يا شريك حياتي بقول اللي, اللي احنا محتاجين الى لغه الحوار ولغه التواصل وفهم عقليه المراه والمراه تفهم عقليه الرجل لكي تستقيم لنا الحياه ونعيش حياه ناجحه ومميزه باذن الله عز وجل. الحب هو الاصل بلا شك والغضب ده شيء عارض لا يتجاوز التعبير اليسير ولا يؤثر في القلب المفعم بالحب، يعني عاوز اقول اللي انا بحب زوجتي زوجتك بتحبك وفي علاقه طيبه بينكم. الاصل يكون في نوع من الحب والاحترام والتفاهم والتقدير بينكما. طب الغضب دي حاجه عابره الحاجه العابره دي نقف عندها كثير لا نستفيد منها وتمر لان طبيعه الحياه فيها بلا المشكلات وفيها بلا البلاءات فلا بد ان توطن نفسك على ان الحياه الزوجيه دائما او الحياه الاسريه لا بد ان يكون فيها خلافات وفيها مشكلات اما البنت المتخيله ان الحياة الزوجيه كلها دباديب وافراح وسعاده وحب وبتاع وخلاص ورومانسيات دون ان تكون الحياه فيها واجبات ومسؤوليات وحقوق و ومعرفه بالطرف الاخر وفهم عقليه الرجل وعقليه المراه بس هذا الكلام بلا شك تبقى الحياه فيها نوع من الصعوبه جدا. مع وجود الحب لا يستجيب لا يستجيب المحب لاوهام الغضب فيجد المحب نفسه عند الغضب لا يتجاوز بغضبه اكثر من هجر الاسم. السيده عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا اهجر والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك بس. ليه؟ ابو غير غباره شويه. فتقول له لا رب ابراهيم. مش لما يحصل في رعب الغضب انا كرهت اليوم اللي عشت معاك فيه. ده كان يوم اسود، جوزوني جوازه سوده، ايه اللي خلاني طست في الازرق وخدت واحد زيك؟ ده كان العيله فيها الدكتور والمهندس والمخرج والمصور ومش عارف فيها ايه وخد الكلام ده ما ينفع، ما يصح في الحياه الزوجيه. ده كلام بيبقى يسبب رواسب نفسيه وضغوطات بالنسبه للزوج وكذلك الزوجه، لا ينبغي لك ان تتلفظ بمثل هذه الالفاظ وانت رجل قواب على امراتك. عايزين نتعود كذلك. بعض مراعاة الشرع عند الإنسان يحتاج عند الغضب في بعض الأحيان لشيء من الابتعاد حتى تهدأ نفسه ويعيد ترتيب أفكاره إلا أن الشرع منع الإيغال في الهجران سواء في مدته أو بكاري أو أسلوبه اللي بعض الناس حصل خلاف بينه وبين زوجته يقعد لمدة شهرين ما يكلمش معاها أو والله والله العظيم أخي جالي في الدورة في شبرا بيقول لي أنا بقعد بالسنة بكلم مع زوجتي سنة ما هذه القلوب سلا تغيرش مع زوجتك كيف تاكل وكيف تشرب وكيف تستمتع وكيف تربي اولادك والاولاد دول اللي كاميرا مصوره بتشوف كل حاجه في البيت هيبقوا احواله عامله ازاي فحتى في بعض الخلافات اردت نوع من الهجر عن الزوجة في الفراش الذي انت فيه او تترك لحجره اخرى او هتترك مثلا البيت اه ما فيش مشكله في بعض الاحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته ولكن اعلم يعني ان الهجران إذا كان ده بهواك يعني ومن غير شرع الولادي وتلكيك يعني ده يؤدي إلى فتح مصائب أنت مش قدها والله كزوج منها مسألة النفور والبغض بين الزوجين ومنها كذلك اللجوء إلى الإشباع إلى الإشباعات البدنية سواء جنسيا أو نفسيا بإشباعات بديلة طب زوجته عنه مش عارف يتجوز تاني وهو ليس بال... بالتقي اللي يعصي من نفسه من الوقوع في حرام هيدا يستد شهوته بشهوات اخرى محرمه وبلا شك بان هذه من المصائب كذلك الهجران آه اللي الف هذه البدائل يؤدي لاضطراب العلاقات الزوجيه وكل ما يحصل مشكله يسيبها ويمشي او يهجرها لفتره طويله او هي كذلك بلا شك بان هذا مما يغر الصدور نستفيد كذلك ان الغضب ليس مبررا للخلص الزوجي وعدم الكلام مطلقا بين الزوجين، وإذا كان المطلوب هو ايصال رسالة من الغاضب للطرف الآخر بأنه غضبان، فليس هذا هذا بتغيير أسلوب الكلام وليس بالامتناع عنه، إنما أنت عايز توصل رسالة لزوجتك إن غضبان أو هي العكس أو زعلان من ابنك أو من أبوك أو من أخوك أو من أمك أو العكس هو زعلان منك، فينبغي أن يكون هذا الكلام مش بالخرس الزوجي أو الخرس الأسري، إنما يكون الكلام بنوع من اللطف والود ونقدم لهذا الكلام بكلام حسن ونصل إلى بر الأمان بمثل هذه الطريقة كذلك الأدب الراقي يرفع عتبة الإحساس بالآخر فلا يحتاج في التعبير عن غضبه لأكثر من رسالة رمزية قد تكون استبدال لفظ أو تغيير عادة أو بسرة بغضب اللي السيدة عائشة وصلته السيدة النبي برسالة بس إنها زعلان فقالت له كانت تقول لا ورب إبراهيم إذا كانت غضبانة تقول لا ورب إبراهيم ودي رسالة وصلتها بمنتهى الأدب والاحترام والتوقير والتقدير للزوج. فده اللي محتاجينه له منك كزوجة. و له كزوج. أنت زعلان من زوجتك ما تكتبش جواك. لا بث مشاعرك. ولقيت امرأة فاضلة وصالحة ودينة ومصلية وعندك صفات حسنة كذا وكذا وكذا إلا أن أنا زعلان منك في بعض الأوقات لبعض الأمور التي صدرت منك منها واحد 2 تلاتة أربعة. بكلام الحسن وكلام لطيف وكلام في نوع من الود. النهاية اللي احنا عاوزين يبقى فيه بيني وبين اهل بيتي وبينك وبين زوجتك لغه مشتركه. هذه اللغه قد تكون بالحوار كلام قد تفهم زوجتك عن طريق عينيها تفهم زوجتك عن طريق حركاتها تفهم زوجتك عن طريق تعبيرها حتى لو لم تشتكي لك بطريقه مباشره فبلا شك لو انك يعني تستقرئ وجه المراه او طريقه كلامها او حركاتها ستصل الى ما يغضب زوجتك وكذلك العكس بلا المرأة اخر حاجه الاولى يا اخواننا الواجب على المربين اباء ومعلمين ان يرفعوا عتبه الاحساس عند من يربونهم مقتدين في ذلك بام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في هذا الذوق العال عند التعبير عن غضبهم هي وصلت رساله بس كانت تقول لا ورب ابراهيم وده ادب عالي جدا واحساس جميل جدا ان الزوجه توصل ما عندها لزوجها لهذا الاسلوب الراقي المؤدب اسال الله تعالى ان يعلمنا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم، وان يربي لنا اولادنا، وان يصلح زوجاتنا واهلينا، وان يبارك لكم في ذرياتكم وأهلكم وان يرزق من لم يرزق بالولد الصالح، عاجلا غير عاجل يا حي قيوم، وان يرزق اخواتنا بازواج صالحين، وان يرزق اخواننا بزوجات صالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.